تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. لو سمحت عندي سؤال. تفضل، اسمعك الشيخ. في عندي أختي حلفت يمين أنها ما تحضر الزواج ولد أختها، وفي الأخير حضرت الزواج، ماذا يصير في هالشيء ذا؟ طيب. نعم. يقول بأن أختها يا شيخ حلفت يمين بأنها ما تحضر زواج ابن أختها، فحضرت مضطرة لذلك، ماذا عليها؟ كما أسلفنا بالجواب القريب أنها يجب عليها كفارة يمين، إذا حلفت أنها لا تحضر وحضرت فيكون عليها كفارة يمين. نعم.